الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. شرع لنا الاستغفار بعد الطاعات لجبر ما يكون فيها من سهو وتقصير وغفلة، وكذلك الحكمة التي شرعت من أجلها زكاة الفطر ولها أحكام عديدة. فزكاة الفطر طهرة للصائمين والعابدين من اللغو والرفث، وهي مواساة بين المؤمنين للفقراء والمساكين. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فما حكم زكاة الفطر وما مقدارها وما هو توقيتها؟ وهل يجوز إخراجها قيمة أم لا بد أن تخرج طعاما؟ ومن هو المكلف بإخراج زكاة الفطر؟ وهل يجوز زكاة الفطر عن الجنين؟ وهل تجب زكاة الفطر على اليتيم؟ وما حكم نقل زكاة الفطر من بلد إلى أخرى؟ ومن كان يعمل في بلد وأهله في بلد آخر، فهل يخرج الزكاة في البلد التي يعمل فيها أم في البلد التي يقيم فيها أهله؟ ومن نسي زكاة الفطر أو سهى عنها حتى صلى العيد وتذكر بعد صلاة العيد، فهل يخرجها أم لا؟ هذه أحكام عديدة تتعلق بزكاة الفطر. أما حكمها فهو الوجوب كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، وأيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. فحكمها هو الوجوب وليس الندب، يعني ما هي السنة، لا هي واجبة، لأن نص الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر كما بين في الحديث هو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. كلمة صاع ماذا تعني بالكيلو جرامات التي نتعامل بها؟ اختلفت أقوال الفقهاء ما بين 2 كيلو وربع إلى 3 كيلو، والراجح هو 3 كيلو جرامات من عامة قوت الناس، قوت أهل البلد. هذا هو مقدار زكاة الفطر. ما هو وقتها؟ متى تخرج زكاة الفطر؟ الوقت الصحيح لها هو قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين كما روى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، بل أجاز بعض الفقهاء إخراجها من منتصف الشهر وحتى من أول الشهر، لأن هذا فيه توسعة على الفقراء والمساكين، وهو هذا هو مقصود زكاة الفطر، وهو التوسعة حتى لا يبقى في يوم العيد أحد يحتاج. إذن هذا هو توقيتها، هذا مقدارها، هذا هو حكمها. جئنا على النقطة اللي بنعتبرها لغم كل سنة يتحط في طريق الأمة ويكثر الخلاف: يا ترى نطلعها قيمة ولا نطلعها طعام؟ العلماء نفسهم الفقهاء الكبار اختلفوا في هذه المسألة دون غضب، دون نزاع، دون خلاف، دون سب، دون شتم. كان في حاجة اسمها الأهلية العلمية والأهلية الأخلاقية للخلاف، لأن الصحابة نفسهم اختلفوا في مسائل كثيرة، بل وصل الخلاف في بعض المسائل
التي تهم الأمة إلى حد الاقتتال، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة مرحومة، حتى لو حدث فيها خلاف في الرأي فهذا لا يفسد للود قضية. أحد الصالحين مر في مسجد من المساجد، اختلف أهل المسجد، نصلي التراويح 8 ركعات ولا 20 ركعة، اختلفوا مع بعض وعليت الأصوات وزعلوا من بعض. ما هو ساعات الناس تزعل من الدين بالدين وتطلع من الدين بالدين برضه بسبب سوء الأخلاق، اتخنقوا مع بعض وأصوات عليت، ماذا نفعل؟ احتكموا إلى رجل ظنوا فيه الحلم والحكمة والعلم، قال لهم تقبلون قولي؟ نعم. اللي تقولوا نمشي عليه. قال لهم رأيي إذا صليتم العشاء المكتوبة أغلقوا المسجد وانصرفوا إلى بيوتكم، كل واحد يصلي ببيته. معقولة هذا؟ أفي شهر رمضان شهر التراويح نصلي العشاء ونقفل المسجد ونروح؟ قال نعم هذا قولي. إزاي؟ قال لهم أنتم أخبروني، صلاة التراويح سنة ولا فرض؟ هات لي واحد يقول إنها فرض. صلاة التراويح سنة عند جماهير، بل يكاد فيها إجماع، صلاة التراويح سنة. طيب، وقال لهم اجتماع الكلمة كلمة المسلمين سنة ولا فرض؟ قالوا فرض. قال والله إذن لا نترك السنة من أجل الفرض، زي اختلفوا نصلي 8 ولا 20. طب ما تصلي 8 وروح كمل 12 في البيت، يبقى كده أدركت ثواب 20. أو صلي معهم 20 وبعد 8 روح إذا أنت مش مقتنع بال20. لكن دي كلها نوافل، القصد منها القربة إلى الله مش نزعل. يعني الشرائع والأحكام ما وجدت في الأمة للخصام والتبديع والتفسيق والتجهيل، وإنما وجدت للمرونة، لأن النصوص نفسها تحتمل هذا. بل الصحابة الذين عاشوا زمن التشريع اختلفوا فيما بينهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوب لهم أو يقرهم على ما رأوا، حتى لو الرأيين عكس بعض فكان يقرهم على الرأيين صلى الله عليه وسلم، زي ما قال لهم مرة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النص واضح أهو، فواحد وقف مع النص الظاهري وواحد نظر إلى القصد، وده دايما خلاف الفقهاء، هل النظر إلى القصد ولا النظر إلى النص؟ فاللي وقفوا مع النص قال إيه؟ والله حتى لو الشمس غربت مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى لو الشمس غربت، وراح وقتها وقفوا مع النص. طيب والتانيين قالوا لا، إنما أراد قبل أن تغرب الشمس، فاختلفوا، فبعضهم صلوا قبل أن تغرب الشمس وبعضهم صلى حينما وصل، أقرهما على ما رأيا، ما قالش ده أنت ما بتفهمش، وقال للتاني أنت جاهل وما تعرفش، وأنا رأيي هو الصحيح وإنت ما تعرف شيء. وإلا كان الأئمة فيما بينهم لم يختلفوا. مسألة زكاة الفطر واجبة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، اختلف فيها الفقهاء. جمهور الفقهاء، عشان ده ما أمر موجود في الكتب، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أنها تخرج طعاما ولا تجزئ قيمة، ده عند المذاهب جمهور الفقهاء، ومعهم ما جماهير أهل العلم قالوا دي طعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنها طعام، والموضوع مش هو رفق بالفقير، لا ده هو طعام يعني أكل، مش عايزين حد يبقى جعان في هذا اليوم. وبعدين التشريع ما هوش لبيئة معينة ولا زمن معين، ده في بلاد المد أو الصاع من الطعام اللي انت بتستقله ده 3 كيلو مش لاقيينه، في بلاد تحدث فيها مجاعات وفاقة، في بلاد فقيرة فقر شديد مدقع. فالتشريع مش بيقنن لفئة غنية أو فئة متوسطة الحال أو فئة مقتدرة ما شاء الله بتتغدى وتتعشى وتفطر، والفطار غير الغدا غير العشاء، لو الزوجة حطت لك على الفطار طبيخ معقولة حد يقول الكلام ده؟ في حد في الدنيا يفطر طبيخ؟ حاجة غير الفطار. لو جيت غدا يتحط فين المقبلات؟ فين الطرشي؟ فين البتنجان؟ بقى فيه مقدمات ومقبلات ومؤخرات ومحمرات ومشمرات، إنما في بعض الناس ما عندهم طعام بالمرة. إذن التشريع لا يقنن لفئة معينة لها مستوى اجتماعي معين، لكن التشريع يقنن لأهل الأرض وإلى يوم القيامة. اللي انت بتستقله ده تقول له صاع، ده كان في المدينة المنورة كان فيه فاقة، في المدينة فاقة ومجاعة، والناس ليس عندهم طعام. حتى لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة يأتون كل بما عنده، قال لك اللي جه معاه
حفنة في إيده شايلة كده، يعني مالي كفه ذرة أو قمح أو بر أو شعير، ده اللي في بيته، هذا هو الذي يملكه. فبعض الناس قد لا يملكون، فالتشريع يقنن للأمة. وكذلك قد يكون هناك حكمة في موضوع الطعام، أن أحيانا رب الأسرة يكون مدخن أو مسرف، لو اتحطت فلوس يروح واخدها شارب بيها دخان أو مخدرات وساب أهله جياع. فبعض الأسر الزوجة نفسها تقول أنا مش عايزة فلوس، ادوني أكل يبقى مؤونة ليا والأهل بيتي يسترني 3-4 شهور، لو أنا عندي عدس وعندي لوبيا وعندي رز وعندي كذا على الأقل في حاجة في البيت. بعض الناس تقول ما تدوناش مال، ادونا حبوب، ادونا طعام، نحن نريد هذا، هذا أنفع لنا. فالشارع الحكيم هو أعلم بما يصلح ويصلح الفقير، فما تجيش أنت تسأل تقسها بمقياس عقلي والله أنفع للفقير كذا، لا، النص كده، دي الأئمة الثلاثة. جه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هل هو لوحده؟ لا، معه فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي رحمه الله على إخراج زكاة الفطر قيمة وليس طعام، ومعهم أيضا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إخراج زكاة الفطر قيمة، وجنح إليها الإمام البخاري، بل عمل باب كده في الصحيح اسمه باب العرض. ابن حجر العسقلاني رحمه الله هو يشرح في فتح الباري قال رغم خلاف البخاري مع الأحناف في مسائل كثيرة إلا أنه هو وافقهم في هذه المسألة. من صحاح كتب الحديث حاجة اسمها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة روى فيه عن أبي إسحاق السبيعي، ودي الآثار كلها صحيحة، معظمها صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة، حتى يعتبر من صحاح كتب الحديث بعد البخاري ومسلم. روى في مصنفه عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت بعض الصحابة وهم يخرجون زكاة الفطر دراهم. دي آراء المذهب، ذهبوا إلى هذا باجتهادهم، وهم علماء شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل وأئمة كبار. الإمام أبو حنيفة ذهب هذا المذهب في إخراجها قيمة، ومعه الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد وبعض أهل العلم الكثر، وهذا رأي مدون في الكتب، الجمهور على الخلاف. طب تيجي تسألني أنت بتدافع عنهم؟ مش بدافع، بس هذه المسائل العلمية هكذا تناقش بين العلماء وطلاب العلم في الأروقة العلمية، مش بين العوام. العوام يقول لك ايه، اتفضل يا سيد، المشايخ بيتخنقوا، حيرونا ولخبطونا، الدين ملخبط. لا تناقش بين العوام بهذه الصورة، وإلا الناس لا يعرفون ايه هو الدليل. انت عارف احنا ما درسنا العلوم الفقهية في الكلية الشرعية، اخبرنا المشايخنا ان هناك اكثر من 23 وجه او اكثر للترجيح بين الأدلة، قد يصح الدليل ولكن لا يؤخذ به لأنه منسوخ، أو أن الصحابة الذي رواه عمل بعكسه. إيش عرف العوام بأوجه الدلالة أو الاستفادة من النص؟ القضية مش في صحة النص، فقه النص، لأن مش معقول الصحابة يعمل حاجة يقول حاجة ويعمل عكسها، هو راوي الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا ويعمل عكسه، بلاش بقى الصحابة، لا، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما بيعلمنا أداب الشرب علمنا نحن نشرب باليمين ولا بالشمال؟ لا، نشرب باليمين، وحتى شدد في هذه المسألة، قال من شرب قائما أو قائما فليستقئ، يعني يتقيأ، من شرب قائما فليستقئ أو فليتقيأ. وقال في الشرب الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ما فيش حد يمسك الأكل ويأكل بشماله، لا، يأكل باليمين، الأكل والشرب باليمين، الشمال بتاع الشيطان. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب بيمينه وقال تيامنوا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال من شرب قائما فليستقئ. لما جه يشرب من ماء زمزم، الرواية بتقول إيه؟ قال فشرب من ماء زمزم قائما. الله، الرسول يقول حاجة ويعمل عكسها. طب العلماء يفسروا هذه النصوص التي ظاهرها التعارض في علم أصول الفقه، مش عايز أطول المسألة دي، عايز أعديها يعني. يقولوا حاجة من ثلاثة، إما القول بالنسخ أن نص ينسخ الآخر، وإما الترجيح، وإما الجمع، والجمع أولى بين النصوص لأن الإعمال أولى من الإهمال. طب هنا لما النصين دول تعرضوا، نهى عن الشرب قائما وراح شارب وهو قائم، قالوا ذلك لبيان الجواز،
وأن النهي لم يكن للتحريم، وإنما هو نهي كراهة أو نهي تنزيه. في بعض الأحيان مش هتقدر تشرب وانت قاعد، انت في الطريق والدنيا زحمة وعاوز تشرب، واحد ادالك زازة مية، هتقعد ازاي ومفيش موضع لقدم؟ إذن هنا في الشريعة مرونة بمجيء نص لجواز الشرب قائما إذا كان هناك ضرورة. طيب رأي الشخص أنا إيه؟ أنا مع الجمهور الفقهاء أنها لا تخرج إلا طعاما، هذا ما عليه جمهور العلماء من الأئمة الكرام وجمهور أهل العلم من السلف الصالح الذين قالوا أن زكاة الفطر تخرج طعاما وقوفا مع النص. طب ليه قلت الآراء الأخرى للمذهب الآخر لأبي حنيفة ومن كان في فريقه؟ لأبين المرونة العلمية والأهلية العلمية والأخلاقية لمسائل الخلاف، وإلا لا ينبغي ولا يجوز أن يكون الخلاف في الفقه سبباً للخصام أو الشحناء أو الخصومة، أو أن تقف طرفاً مع الآخر في عداء بسبب مسألة هي فقهية اجتهادية. أبو حنيفة رحمه الله في مسائل كثيرة خالف فيها الجمهور، كان ممكن يقول يا عم بلا صدعة رأس، أنتوا قلتوا إيه؟ قلنا يمين، يلا معاكم، يبقى كده خان العلم وخان نفسه أمام الله. لن ينفعنا أحد، أنت حينما تقول الرأي أنت اجتهدت، فمن الأمانة العلمية أن تقول ما أدى به اجتهادك في فهم النصوص الشرعية، لكن لو خالفت ما أدى به اجتهادك تكون قد خنت العلم، وأمام الله تعالى تسأل. قل رأيك بما أدى إليه اجتهادك حتى لو خالف الآخرين. طب أنا مع المخالف، لو أحد في خلاف في هذا الرأي بيني وبينه لا حرج، إذن اللغم ده موجود كل سنة، نطلعها قيمة ولا نطلعها طعام؟ طب إيه رأيك بقى لو أنت مشفق على الفقير ورفقا بالفقير ومراعاة لظروف الفقير، يا أخي اديله صاع من الطعام واديله فلوس واديله ملابس، اكس عياله إذا عندك قدرة، إذا أردت أن ترفق بالمسكين والفقير. لكن العجب أن ترى دائما المناكفة في الشرع والمشي عكس. نيجي بقى عند زكاة المال اللي هي لازم تطلع مال، يقول لك إيه معلش أنا أطلعها كراتين رمضان، هعمل كراتين رمضان وطلعها من الزكاة. يا عم الزكاة مال، الأنفع للفقير من غير المال، لأن زكاة المال مال، يروح هو عكس. يجي وقت الزكاة، زكاة المال ما تطلع مال عايز يطلعها أكل أو دواء أو لبس، ونيجي عند زكاة الفطر اللي هي يجب تطلع طعام عايز يطلعها مال، عكسنا مقصود الشارع. طب ما تمشيها زي ما هي كما جاء به شرع ربنا، إذا خرجت زكاة المال مال أنت أغنيت الفقير، والمال اللي عايز تدور ما هو أخذ مال من زكاة المال. وأما زكاة الفطر اجعلها طعاما. ليه؟ لأنه لا نريد أن نرى جائعا في هذا اليوم. وبعدين لما الفقهاء بيتكلموا على موضوع المد اللي هي كفارة الصيام، قاسوا هذا الشيء على الأدنى، أدنى ما يخرج لتبرأ به الذمة أمام الله عز وجل. عارفين المد يعني إيه؟ ملء كفاي الرجل المعتدل طعاما، يعني حوالي 750 جرام. لما تجيب 750 جرام من الرز عامة قوت أهل البلد تدي للفقير هياكله؟ طب لو كانوا هم 10 عيال مثلا، 7 كيلو ونص رز، يعمل بيهم ايه؟ ويستطيع يأكلهم ازاي بغير إدام؟ النص الآية قالت إطعام، ففدية إطعام مسكين. يعني انت بتعمل حلة من الخضار أو الإدام أو الغموس. مرة بكلم واحد بقول له الحلة اللي بتاكل منها من الغموس أو الإدام، قال لي معلش كلمني بالمصري، إدام ده يعني ايه؟ قلت له إدام غموس يعني ايه؟ كلمني بالمصري. قلت له طبيخ، قال ايوه كده، الحلة اللي بتعملها طبيخ ومعاها شوية رز أو خبز اللي بتاكلها أنت وأهل بيتك اللي ترضاه على أهلك. حتى في بعض الكفارات زي كفارة اليمين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، مش أي كلام، جيب طعام جيد، فتصنع طعام قدر يكفي 5 معاه شوية رز، أدي كده أطعمت 5. طيب لو عندك 30 مسكين خلال الشهر وأنت بتطعم عن مريض مرض زمن مرضه لا يرجى له شفاؤه، خليك 5 مرات أو 6 مرات، 6 × 5 أدي 30. أو أعمل زي ابن عمر جمع 30 مسكين في آخر الشهر فصنع لهم فريدا وطعاما ولحما وأطعمه دفعة واحدة، طلع أكل، سيبك من المد و750 جرام رز وقيمتهم قد إيه، أكلهم أكل، لأن نص الآية قالت ففدية إطعام مسكين. هو الإطعام هو الأصل في فدية كفارة
كفارة الفطر في رمضان بسبب عذر المرض المزمن. طيب جينا على مسائل سريعة. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، لو إن هناك جنين في بطن أمه لا زكاة عليه، لكن لو ولد قبل انتهاء رمضان ولو قبل غروب شمس آخر يوم يخرج عليه الزكاة أم لا؟ قالوا يخرج عليه زكاة الفطر. من اللي هيطلعها؟ وليه يعني أبوه أو من يلتزم بنفقته شرع. طيب اليتيم، اليتيم عندنا نوعين، هناك يتيم في حجرك أنت تربيه وتنفق عليه، هذا اليتيم الذي في حجرك تنفق عليه له مال، مش كل اليتامى فقراء، في يتامى أغنى مني ومنك ترك لهم ميراث. فقالوا ولي اليتيم أو وصي اليتيم يخرج زكاة الفطر من ماله. طيب لو كان يتيم أنا ملزم بالنفق عليه، لكن لست ملزم إلزاما شرعيا، أنا قلت أنا أتكفله عشان أخذ الثواب كفالة اليتيم. قالوا لا يلزمك شرعا أن تخرج عنه زكاة الفطر، وإن أخرجتها تبرعا وتطوعا فذلك جائز. يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر زكاة الفطر؟ نعم، لكن الأصل أن تخرج في البلد التي صام فيها الصائم. طيب لو إنسان بيسافر بيشتغل في بلد وأهله في بلد أخرى، أين تخرج زكاة الفطر؟ قالوا يتعلق الأمر بالمال، ده زكاة المال يتعلق بالمال، لكن الصيام يتعلق بالصائم. أين صمت أنت؟ أنا صمت في بلد بعيد، إذن أخرج زكاة الفطر في البلد التي صمت فيها. لكن لو أنت بتشتغل برا وفلوسك هنا، قالوا الزكاة في بلد المال، لأن عيون الفقراء تعلقت بالمال فتخرج في بلد المال حتى لو كان عندك مال في بلاد شتى أو بلاد كثيرة. آخر مسألة، لو إن الإنسان بعد صلاة العيد افتكر أنه نسي أن يخرج زكاة الفطر، هل تسقط عنه؟ لا تسقط زكاة الفطر بالنسيان ولا بالسهو. طبعا من تعمد أثم لأنه أخرها عن وقتها، لكن لو نسيانا أو سهوا لا تسقط عنه ولا يأثم، ولكن عليه أن يخرجها حتى لو بعد صلاة العيد. أطلع الزكاة عن نفسي؟ لا، عن نفسك ومن تلزمك نفقتهم شرعا مثل الزوجة والأولاد، هؤلاء نفقة زكاة الفطر عليك أنت، فأنت ملزم عن نفقتهم شرعا. نسأل الله تعالى أن يجمع الأمة على الخير، وإنني أشهد الله وأشهدكم وأسأل الله تعالى في حياتي كلها لو أنني أخطأت في مسألة فقهية أشهد الله أنني أتراجع عنها، ولو أنني قلت حديثا ثم تبين بعد ذلك أنه ضعيف فإنني أشهد الله أنني أتراجع عنه قبل أن ألقى الله تعالى. لا أريد أن ألقى الله بمثل هذا، لأن السؤال أمام الله تعالى شديد. هذا العز بن عبد السلام اسمه سلطان العلماء، أفتى رجلا مرة في مسألة فأخطأ فيها، فاستأجر رجلا على دابة 3 أيام يمشي في حواري القاهرة ويقول يا من أفتاه العز بن عبد السلام في كذا وكذا، الصواب كذا وكذا. شوف ورع العلماء، استأجر مناديا على دابة 3 أيام يمشي في حواري القاهرة ينادي يا من أفتاه العز بن عبد السلام في كذا وكذا، الصواب كذا وكذا. نريد أن نبرأ إلى الله تعالى قبل أن نلقاه فلا ندري متى نموت. نسأل الله حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.